مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن تداعيات التظاهرات السياسية والميدانية ينضم إلينا الناشط المدني سعد العراقي. بداية مرحبا بك، يعني كيف تقرؤون حزم الإصلاح الحكومي والنيابية ومدى صلاحيتها لتحقيق مطالب المتظاهرين؟ تفضل. السلام عليكم سيدي العزيز. بالنسبة لمطالب المتظاهرين، مطالب مشروعة بتغيير الدستور، اصلاحات الدستور، وخاصة بالنسبة للمتظاهر السلميين. احنا ما عندنا غير العلم العراقي وقاعد يطلعون المظاهرات. بالنسبة للمادة 64 هي هاي الحل الوحيد للدستور. المادة 64 شو تقول لك؟ الفصل التشريعي، الفصل التشريعي، المادة 64 سيد العزيز، اولا يحل المجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب ثلث أعضائه أو طلب من رئاسة مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. زين يا أستاذ سعد، أكو إصلاحات هسه حاليا يعني ما مقتنعين بيها؟ بالنسبة للص ما مقتنعين بيها. الجمهور العراقي والشارع العراقي والمتظاهرين السلميين هاي الاصلاحات كلها ما يريدوها، وخاصه هي المظاهرات ما بيها اي قائد، اي قائد مظاهره ما بيها. شباب طلعت تريد حقوقها، يعني الشباب تريد حقوقها، وراضين اي واحد شارك بالعمليه السياسيه من 2003 2019 رفضا قاطعا. هذا جيد استاذ سعد، يعني في حال تنفيذ البرلمان حزمه الاصلاحات، يعني هذا ما راح يغير شيء من تخفيف حد التظاهرات. هاي اصلاحات سيدي العزيز، هاي اصلاحات ترقيعيه سمعناها من 2003 و2003 2004 2005 و2010 و2011 و15، وجل عبادي وفوضناه ب 2015 وما سوى اي حل. يعني هاي حلول ترقيعيه، يعني هم ما يعني انعدمت الثقه ما بين الشارع العراقي والحكومه الحاليه. نعم، او الحكومات نعم السابقه. نعم، الحكومات السابقه، يعني عندنا، وخاصة عندنا احنا هالفوضى، هالمظاهرات اللي صارت، لأن لو جايين الحكومة بصورة صحيحة مشغلين المعامل العراقية 55,000 معمل قطاع خاص و 3,000 معمل قطاع عام، هاي من 2003 ولحد الآن واقفة نهائيا. هاي لو مشتغل المعامل كان ما صار هيجي ما صار هيجي مظاهرات. يعني المهندس الطلاب يتخرج من الدراسة، يتخرج من الكلية عفوا، وما يلقي تعيين، هو لما وظائف شاغره، ماكو وظائف شاغره يا اخي. المعامل اللي تشتغل، لو المعامل تشتغل طيب ما صار هيجي بهذا البلد. استاذ سعد، يعني هل ستكون تظاهرات الغد المليونيه اللي دعا اليها بيان المعتصمين، يعني ورقه ضغط جديده تضاف للضغط الاممي والدولي والمرجعيه الدينيه لتنفيذ المطالب؟ المظاهرة مليونية ومطالب، لازم الشعب هو مصدر السلطات سيدي العزيز. الشعب هو يخلي الحكومة، هو الحكومة ينفذ من النواب والمجلس النواب ورئيس الجمهورية، موظف عند الشعب العراقي، ومن الصاعدة غير الشعب العراقي. طيب شنو موقفكم القانوني حول استمرار مثلا خطف الناشطين المدنيين في عدد من المحافظات؟ يعني ليش هذا السكوت الحكومي حول الموضوع؟ لأن هم على غلط، بنت الدولة على غلط سيد العزيز. يعني ماكو ماكو فد نتيجة. يعني كل حياة الكريمة للشعب العراقي ماكو. مادة 30 ما طبقوها، لأن مطبقين مادة 30 كان ما صار يجيب الشعب العراقي. نعم، الناشط المدني سعد العراقي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.